الله يجازيكم بخير، جيتوا لعنا. انا بغيت نهضر على حساب دموشي عمر. خويا عطاولو داك التعقيم بالماء القاطع وديك الصودا وهادي، وقتلوه. وبغينا القانون يتدخل، بغينا الحكومة تدخل، وكنطلبوا من السلطات يعدموهم، بغينا لهم الإعدام، وبغينا لهم يشربوا لهم داك السم، اللي شربوه لعمر، حتى هما يشربوه وشربوا لهم قدامنا، ويبقاو يتقطعوا قدامنا كما حنا بقينا نتقطعوا في السبيطار. الله ينتقم منهم ربي ان شاء الله، الله ياخذ فيهم الحق. واش هما كيديروا هاد الحوايج هادو بلا رخصه، بلا حتى شي حاجه؟ فين راه صحاب المسؤولين اللي يدخلوا يراقبوه؟ فين راه صحاب التفتيش اللي يدوروا عليهم؟ ما كاينش المراقبه، ما كانش في هاد الحوايج هادو. التعقيمين التعقيم كيتباع في الفرماسيان ولا في البار فارماسي؟ الاخ ديالي مزوج، عنده وليد خياط، دري نقي، معروف عند الناس، محبوب عند الناس، ما فيش كاع هاد الحوايج. خويا مشى ضحيه ديال هادو، بصح بغيت القانون ياخذ حقه، ما يضيعوش هاد الوليد هادي. بغينا لهم حتى هما بنفس الطريقه يموتوا، بنفس الطريقه يتعاقبوا، والله ينتقم منهم ربي ان شاء الله. الله ياخذ فيهم الحق، ان شاء الله. كانت عمرها البوط هذه 42 سنه، ودري خياط معروف، ترونكيل معروف، يعني كاع الناس كلشي كيبغيوه، ترونكيل ما فيش المشاكل، ماشي مدمن حتى لشي درجه، ماشي مزيانه، ما يعني دري ترونكيل. بصح انا كنطلب من السلطات، بغيتهم يعدموه، بغيتهم يشربوا له هذاك الشيء اللي صنعوه هنايا، بغيت حتى هما يشربوا منه يذوقوا، بغيتهم يتعاقبوا وحنا نحضروا. بغيت عنده وليد واحد عنده 3 سنين، ها هو. اختي حنا كنطالبوا من الحكومه باش هذا الشيء ما يوليش يتكرر. هذا السيد راه تشوينه فيه، راه مشى لنا، مشى لنا واحد الشاب، راه حنا فقدناه وبغينا هذا الشيء ما يزيدش يتكرر. دابا راه فاجعه وقعت عندنا هنا في تاوريت، فجعة كبرى. ودوك راه حنا ولينا مهدين، ولينا كنخافوا على وليداتنا، ولينا كان غير هما كيخرجوا حنا كنبقاو نصونيو عليهم، خفنا من هذا الشيء لا يتكرر. بغينا هذا الشيء يتقطع، بغينا هذا الشيء ما يبقاش صافي، يحيدوه لنا، يحيدوه لنا، راه حنا فقدنا عمر، راه اعز واحد مشى لنا هو عمر. كاينين 5 6 اخويا، كاينين 5، كاينين 6، كاينين. حنا دوك حنا مشى لنا، حنا كاع الاخرين ما كنعرفوهمش بالحق. كان هذا عمر مشى لنا، زعما مشى لنا من القلب لداخل. راه فقدنا اعز واحد عندنا في الدرب، فقدناه، وراها الميمه ديالو راها كتقطع، شكون اللي حاس بيها؟ هذا الشيء خصو يترفع، يحيدوه لنا باش ما تعاودش تكرر هاد الشيء، عاود هاد المأساة هادي. خويا مشى ضايع، خويا قتلوه وغدروه، بغينا هذا اللي دار له هذا الشيء، بغينا يشربوه له قدامنا كي كان يتقطع. خويا بغينا حتى حنا يتقطع ونشوفوا فيه هكا، عاد باش تبرد لنا ديك الحراره. خلاو ولده يتموه، ما نسمحوا لهمش، بصح ما نهناو حتى نشوفوا هذا اللي دار له هكا. وغادي نسولوا، غادي نشوفوا النوامر اللي كانوا يصونيو عليه، واللي خويا دار له هذا الشيء نجبدوه. موت موت راه مطلع، راه في الاجال ديالو، وربي جاب له السبه. بصح باش حرقنا كيما هكا، غير يشربوا له قدامنا ونشوفوه يبرد خاطرنا، صلاة على النبي. بصح باش يخليوه عاود، وحنا بغينا ننقدوا الاخرين، هذاك الشيء، وحنا بغينا ننقدوا الشباب الاخرين، ماشي غادي نشوفوا حتى هما ضحيه. علاش؟ علاش؟ يشربوه له، حنا كنطلبوا من الله ومن الحكومه يشربوه له ونشوفوه، ديك الساعه صافي يبرد خاطرنا. ولا بنادم مهدد، واه ولينا خايفين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.